اليوم رح نعمل القراءة العاطفية لبرج الأسد. طالع انت على الطالع الشمسي والقمري. انت يا برج الأسد شكلك في الذكريات والحنين، ايه انت شكلك بتفكر في الشخص هذا بدرجة كبيرة، شكله عندك لهفة لهذا الشخص او تتذكر شو صار بيناتكو، بس بحنية بحب، مش يعني بذكريات مؤلمة، لا انت بتحاول تتذكر تسترجع الذكريات اللي هي الحلوة. انت شايف الشخص هذا متباعد ومختفي عنك، احتمال يكون هذا الشخص انت شايفه روحاني جدا جدا، ويمكن يكون غامض خليني اشوف شكلك انت. سبب اشتياقك له اختفائه، يمكن هو مبتعد عنك، مبتعد على انظار، قاعد لحاله، وحتى انت نفسك ما بتعرف عنه اخبار ولا اشي، لكن هذا الشيء خلاك تحس بالحنين اتجاهه. طيب خلينا نشوف. نايت اوف واند والدف. الشخص هذا شكله عنده حماسة، وهو حاليا حماسته في التغييرات لنفسه. الشخص هذا عماله بيطلع من شيء، من موضوع، او عنده حماسة للتغيير في شيء ادماني. يمكن هو شخص مدمن، شخص هو جاهز لتغيير حياته، هو بيغير نفسه. كمان يمكن عنده شوية هيك حموة تجاه العلاقة. الشخص هذا بده يغير نفسه ويجيكم، لأنه شايفكم أنتم فرصة بالنسبة له. مشاعره أو الشخص هذا بحاول يحمي نفسه، لأنه هو مش مستعد للعلاقة، وحاسس نفسه أنه مش مستعد للعلاقة، فهو بحاول يتباعد ويحط حواجز بينك وبينه لحتى هو يتغير ويحس حاله أنه هو جاهز للانطلاقة. الشخص ده قاعد بيتغير او بيطلع من موضوع ما، او بس الاحرى الشخص ده بيجهز نفسه لكم، بس هو يمكن متباعد عنكم، انتم شايفينه متباعد او مختفي نهائيا. طيب خلينا نشوف الكروت الرومانس اللي بيحكوا لنا لبرج الاسد. فليرتي هذه يعني انه يمكن علاقتكم بدها غزل من طاقتك المنارة للآخرين. طيب نشوف مانجمنت. هون بحكوا لك ارتباط، حياتك في الحب يصعد إلى مستوى عالي من الالتزام. احتمال يكون هذا الشخص او انت شخص متزوج او شخص في علاقة خطوبة، يمكن انت يمكن لانه شايفك انك انت يمكن خاطب او متزوج، يعني طرف ثالث في بيناتكم. واحتمال ان هذا الشخص بفكر بغير بنفسه عشان لانه طاقته التغيير، فهو يمكن بفكر انه هالعلاقة تصعد للارتباط، انه يصير فيها ارتباط للبعض منكم. اذا انتم يعني اذا قادرين في هالعلاقة ترتبطوا او تخطبوا او يصير خطوبة او زواج، حتى لو كنتوا منفصلين يمكن هاي العلاقة تصعد لنوع انه ترجعوا لبعض. طيب خلينا نشوف كروت. هو على استعداد لشيء ما، الشخص هذا على استعداد. هون بيحكوا لك الاجابة على مكالمة، ما الذي تدعوك روحك الى فعله. احتمال الشخص هذا بده يتصلكم مكالمة، يبعتلكم مسج. الشخص هذا بده يحاكيكم. احتمال هو بعده عنكم او اختفائه لانه هو عماله بعيد العلاقة، بقيم العلاقة من اول جديد، لانه شايفكم الاس اف مانتيكال، مشاعره من ناحيتكم بده بداية جديدة معاكم، لانه شاعر انه انتو الشيء اللي بتمناه. فهون بيقول لك في مكالمة رح تجيب،
انت شو روحك تحكي لك، هل انك تجيب عليها او لا. هي طبعا بيجي عليك انت، لانه حاسس العلاقه هاي كانها ماتت، انت يعني بده يتم احيائها من اول جديد. هو شايفها هيك ان العلاقه هاي ماتت، هاي يعني في الشخص هذا يمكن يكون في ارتباط، في زواج، واحتمال هذا الشخص بيعمل حواجز او بتباعد، بعيد العلاقه من اول وجديد، بعيد نظرته للعلاقه عشان يرجع. فالشخص هذا بيستعد لرجوع لكم، لانه انا حاسه انه الشخص هذا كان متباعد عنكم لهدف الشفاء من شيء ما. خلينا نشوف. النصيحة لك يا برج الأسد، بس هم بيحكوا لك إنه في مكالمة جاية لك، حضر حالك إلها. الشخص ده رح يتواصل معك يا عن طريق الإنترنت، مسج، أي شيء أنت يعني. إيه هون بيحكوا لك بيس، السلام يأتي من تذكر أن الحب فقط هو حقيقي. هو طلع لبرج على فكرة السرطان أعتقد، بس هون إذا بدك تحس السلام بدي أفقدك تتأكد إنه الحب حقيقي، مش إنه هو مثلا خرافات أو خداعات، أو يمكن أنت بتعيد نظر في العلاقة وهو بعيد كمان نظر في العلاقة، يعني إعادة ذكريات، إعادة ماضي. طاقة الشخص هذا بإبريل، الشخص هذا إما تشفى من شيء أو الشخص هذا مستقر، مستقر يمكن في زواج. الشخص هذا يمكن عايش في العشر كوبايات. الشخص هذا أعتقد إنه هي متزوج أو هو بجهز نفسه، لأنه هو جاي متجه إليكم وهو شايفكم يعني شخصيتكم، شايفكم اللي عارفين، معناته الشخص هذا ناوي زواج وجاي شايفكم انكم انتوا تصلحوا كزوج، اذا انتوا مش في علاقه. اذا كان هو في علاقه او متزوج فهو يا بنفصل عن هاي العلاقه او جايب لكم عرض اللي هو تكونوا طرف اخر في العلاقه. خلينا نشوف شو الكروت بيحكوا لنا. نشوف ليش هو الطاقة هاي، هو طاقة الاستقرار، مستقر هذا الشخص، متجمد حاليا. على فكرة الشخص هذا بيراقب الأحداث من بعيد، على فكرة الشخص هذا بيراقبك من بعيد بس أنت مش مدرك إن هذا الشخص بيراقبك، وهو شاعر بسعادة من خلال مراقبته لك، وحاسك إنك أنت كل مالك بتزيد يعني عز، يعني كل ما أبعد عنك هذا الشخص أنت بتزيد نجاحات وطموحات. وشافك انك انت كمان احتمال انك انت بعد ما تركك هذا الشخص استقريت اكتر، هو شافك مستقر. فهو شاعر بالاستقرار من ناحيتك، انا الشخص هذا حاسس انه شافك انت مستقر فاستقر على هواك. احتمال الشخص هذا تبعد عنك وتزوج، دخل طرف اخر او استقر في حياته، لكنه الغريب انه هو شافك انت بده فرصه وبدايه جديده معك، شاعر انه هو بده بدايه معك، شاعر انه انت الاستقرار. فالشخص هذا يمكن تشافى، طلع ممكن من نكسه يعني صحيه، طلع من ادمان معين، ممكن كان في عمل وغير عمله وجدد عمله لشيء اخر، وبعدين هو تخطيطه انه بعد ما يخلص هذا العمل انه يتجه لك، لان الشخص هذا متجه اليك، الشخص هذا شافك حاسس انك انت يعني كل الخير، وجه الخير، وشافك انك شخص ناجح، ناجح جدا جدا، وشاعر انه هو لما تعرف عليك غيرت له كل حياته، غيرت له حياته طبعا للافضل، لانه هو شافك انك انت الاستثمار، انت فرصه، هو تعرف عليك وشافك فرصة، فرصة سعيدة بالنسبة له. فهو شاف انه انت الشخص اللي كل ما يطلع عليه بحسه انه الشخص هذا حاسس انه مستقر او جاهز نفسيا انه
يقدم لك فرصة أو عرض ما، لأن الشخص ده بده يتسلك. فالشخص هذا حاسس طاقته فيها سعادة، هو سعيد يعني مستقر، هو نفسيا مستقر. في شيء هو تركه، انفصل عنه، شيء تغير في حياته. هو نفس الشخص هذا لو أنا شفت إن الكروت هدول العكس، أو إنه مثلا شافك ابتعدت رحلت عنه، يمكن أحكي إنه خلاص استقر وروح لحياته. لكن هذا الشخص شافك إنه أنت الفرصة، وأنت الأمبريس، وأنت الهارفنت، وأنت ثلاث كؤوس. فمش قادر أشوف في القراءة إن الشخص ده متزوج. حتى لو كان هذا الشخص مستقر في زواج، فالشخص ده بده إياك برضه أنت. بس الشخص هذا يمكن نجح في مشروع، نجح في التخلص من إدمان معين، عشان هيك تبعد عنك، مختفي الشخص هذا. في شيء هو غيره، في شيء جدد طاقته، ابتعد حتى يقيم العلاقة من أول جديد. فالشخص هذا شاعر انه بده فرصة معك، وشاعر انه انت جميل جدا، هو منجذب لك هذا الشخص، وحسك انك انت فرصة، وحس انه هو كأنه بده يسترجعك لحياته، لانه حس انه انت شخص لا تعوض. فهو شافك الامبرس والاس اوف بنتكل، يعني شخص ممكن انت مرتاح ماديا وهو مرتاح ماديا، يعني هو شخص مرتاح ماديا مبدئيا عندي في الطاقة، هو مرتاح ماديا. او يعني لو مش مثلا، مش شرط انه تكون الطبقة العالية، لكن هو شايف انه يعني انت شخص ناجح في عملك، وشاعر انه انت شخص عامل مجهود كبير في عملك وناجح. انت شخص ناجح بالنظرة، انت شخص ناجح وشخص جميل جدا وجذاب جدا، وهو زي حس انه انت فرصة سعيدة في حياته. نفس ما حكيت لك، الشخص هذا بحبك جدا على فكرة، هو متجه اليك، هو في مكالمة منه انتظره، ولكن احتمال انت يا برج الاسد انه انت محتاج شفاء. يمكن انت بتحن لهذا الشخص، لكن مع قفلة قلب، يعني قافل قلبك عن الحب. فاحتمال انه انت الشخص اللي شافك انك مثلا ما بدك ترجع له، فزاد شغفك، عفوا زاد شغفه لك، شافك شخص يعني بعرف انت، شافك شخص يعني جامد، نوع يعني شخص، احكي لك كيف، شخص انت عارف شو بدك، وانت على فكرة صريحة مواقع التواصل. يمكن انت عندك مثلا تلقي كلمات، مثلا عندك، خليني اشوف اكتر. الشخص ده شكله يعني بده اياك بشدة، خليني اشوف. وليش شايفك الاسم كانت بالطلع؟ الشخص ده بحبك، بده تسامح الشخص. الشخص ده غير نفسه، يمكن عذبك كتير يا برج الاسد، وحس انه هو غلبك في العلاقة معاه، وراح غير نفسه وبده يرجع يتجه اليك. خليني اشوف. يمكن هو شافك مشهور على السوشيال، او بتعمل انجازات على السوشيال، يمكن انت شخص فنان، شخص انت بتعطي نصائح، شخص روحاني، يمكن انت بتشتغل في الصحافة، او بتشتغل في مثلا قنوات الك خاصة، انت بتلقي عليها دروس، عبر، في اشي انت مشهور فيه، وشافك مشهور، شخص مشهور مرموق. انا شايف انه هو شايفك اكتر اشي على مواقع التواصل وبروبا، ومعجب بشخصيتك جدا جدا. اذا الشخص هذا كراش، فهو شايفك ان انت تصلح الزوج، وفيك كل الصفات كاملة. قراءتكم حلوة يا سيدي. انا اكتر من هيك حب مش راح احكي لكم، يعني هو شايفكم انه الحب الفائض، يعني الحب اللا مشروط. هو شايفك شخص
نظرة عينيك بتجذبه. يمكن انت عينيك حلوين شوي، لو شايفك شخص يعني جميل جدا، أنيق، محب، طيب، شايف فيه كل الصفات اللي هو بتمناها على هذا الشخص، فهذا الشخص بده يرجع لك. طيب، طب خلينا نشوف ليش هو شايفك الهارفنت، يعني ممكن احتمال تكون في بينكم طرف ثالث، من انت دخلت في خطوبة مؤخرا. انا يعني حس القراءة انها سهلة مش صعبة، يعني يمكن انت شايف هذا الشخص متباعد، لكنه مش متباعد، هو بغير من نفسه، وغير من نفسه هذا الشخص، وهو جايكو. الشخص هذا بيخبي مشاعره فكرة عنكم، هو قصد انه يخبي مشاعره عنكم. فهذا الشخص شايفك انك انت مصلح اجتماعي، يعني انت بتصلح بين الناس، بين المشاكل، انت عندك قيم ومبادئ انه تكون دائما شخص قيادي وشخص تلقي كلمة الحق، يعني انت عندك الحق بتحكيه او بتلقيه، حتى لو انت اللي غلط فبتحكي انا الغلطان. هو شايفك انك انت شخص بتعرف تفض المشاكل الصعبة، وشايفك شخص يعني ناجح وشخص قيادي بامتياز، وشايفك انك انت يمكن الناس بتيجي تستشيرك في الروحانيات، يمكن انت شخص بتطبطب على وجع الناس. هو معجب بشخصيتك لانه انت شخص بتطلع من الصراع بسرعة، يعني اذا عندك صراع بتتركه وبتروح او بتخليه على ربنا، يعني انت مؤمن في انه في مقولة ما بحكي عندي هم يا رب عندي هم كبير، بحكي لا يا هم عندي رب كبير. وشايفك مؤمن بالله ومؤمن ان ربنا هو اللي بيحل لك مشاكلك، انت تتركها لربنا، وبنفس الوقت انت بتحل مشاكل الاخرين، بس بتحلش مشاكلك، انت تتركها لربنا. وهو شايف شخصيتك مرحة جدا 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 جدا، وانه انت الاشي اللي بدك اياه انت بتعرف الطولة وتروح توصله. هو شايفك انه انت يمكن شوي بتظهر فرحك، لكن في اشياء انت بتظهرهاش شخصيا، انت شوي هيك بتحب انه تكون غامض بعض الشيء، يعني عندك شوية غموض يا برج الاسد. هو شايفك شوي غامض، فيك شيء غامض، فيك نوع من الغموض، او انت بتحبس انفاسك لاخر لحظه، وانت بتكون تظهر بانك شخص مرح وشخص شغوف وشخص بتعرف الشيء اللي بدك اياه تروح تجيبه. او وشايفك كمان يعني انك انت شخص اللي داخلك بتطلع تحكيه، يعني اذا انت من دائما شيء بتحكي بتروح بتحكي انا من دائما كذا وكذا وكذا صريح، وبعض الشيء غامض، يعني بعض الغموض وبعض الوضوح. وشايفك انك انت شخص شخص مرح، بتحب تضحك، بتحب الاصدقاء، بتحب مساعدة الاخرين، وبتحب تشارك الناس بافراحهم. وشايفك شخصية مرحة، شايفك شخصية مرحة، وكمان شخص اذا حدا اجى حكى لك سر انت تتكتم عليه. وشايفك شخصية يعني هو بيتمناها، وهيك شايفك. كمان خلينا نشوف، عشان هيك الشخص هذا على فكرة حس حاله انه هو شخص من داخله هو بده تغيير، هو حاس انه لازم يصير زيك بالطاقة اللي انت فيها، طاقة المرح والفرح، مساعدة الاخرين، حتى لو انت عندك هم انت بتساعد الاخرين، بتباشر، بتترك همك لربك زي ما حكيت لك. انت من قاعدة ما بتحكي يا رب عندي هم كبير، بتحكي يا هم عندي رب كبير. فهو بتساعد الاخرين، يعني بتشارك في مساعدة الاخرين، بتحل قصص الاخرين. في ناس هو حس انه في ناس كتير حواليك زي بيستشيروك، وهو على فكرة الشخص شايف برضه انه في ناس
برضه أشخاص حواليك، على مواقع التواصل، على التعليقات، بيكتبوا لك كومنتات أو بيحاولوا إنه يفوتوا معاك بصداقة، وشايف إن في حواليك ناس كتير. الشخص ده هو شايفك إنك أنت جذاب، فإذا أنت جذاب أكيد راح يكون في حواليك ناس كتير. والشخص هذا قرر إنه يتغير في شيء، قرر إنه يتغير. على فكرة لما قالوا لكم إنه حياتك العاطفية رح تطلع على مستوى أفضل، فأنا بحكي لكم هو بفكر في الارتباط والرجوع في وفي الارتباط كمان. الشخص هذا بده يرتبط فيكم، هو حاسس إنه كل شيء كمال وجمال عنده، لكن هو حاسس إنه مفتقد الشغف أو الغزل في هاي العلاقة، أو هو مش هاي العلاقة نفسه، هو شخص مشتاق لغزلكم. لهيك على فكرة الشخص بتواصل معاكم، الشخص هذا بتواصل معاكم بس انتوا بتحسوش، عشان هيك انتوا بتشدكوا ذكريات لورا. بس انت في طاقة منيحة، بس ذكريات منيحة مش ذكريات مؤلمة او انت تعبان من هاي الذكريات، لا انت بتحن، مجرد حنين، عندك حنين للماضي، حنين. احتمال تكون انت اكبر من الشخص هذا للبعض منكم، احتمال تكونوا انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا، والشخص هذا راح غير عمله، غير اتجاهه لفترة لحد ما يطلع من مثلا الحزن اللي سبب لكم اياه، او الاستنزاف للوقت تبعكم، استنزاف لصحتكم، فحس نفسه انه لازم يتغير عشان يصير بالمستوى اللي انتوا فيه. يمكن انتوا مستواكم ارقى اعلى، يعني مش يعني كلنا طبعا نختلفش عن بعض في المستويات، لكن قصدي انه انت مثلا عندك نضوج اكتر في المال، في العمل، شخصية مثلا مرموقة، في اشي، في اختلاف بيناتكو مستويات. احتمال انه يكون انت مختلف عنه في العقيدة للبعض منكو، او العادات والتقاليد، المسافات، المدن. احتمال انتو من المدينة والشخص هذا المدينة، لانه شافك انه عمواقع التواصل انك بعيد. طيب خلينا نشوف، محب الكوش الأبرز يا جماعة، الحوت، العقرب فقط. الشخص هذا ناوي نية منيحة من ناحية للارتباط، عشان هيك الشخص هذا هو ناوي ارتباط. الشخص هذا مشتاق لكم جدا جدا، مفكر فيكم جدا جدا، وناوي على ارتباط. وعندنا هاي البنت اللي هو الدور والحمل، احتمال الشخص يكون هذا برج الحمل، طاقته هوائية أكثر من الطاقة الومائية. طيب خلينا نشوف شو نواياه، شو خطوته القادمة اتجاه. الشخص هذا بده ارتباط. على فكرة الشخص هذا يمكن غدركم في الماضي، سبب لكم ألم، وهو بحاول إنه يشيل أعباء الماضي على نفسه. طيب الشخص هذا نوايا يتواصل معكم، يعني كان التواصل كله طلع لكم، وهون كانت في مكالمة هاتفية راح تجيكم، وهون انه الارتباط علاقتكم راح تطلع لمستوى اعلى. وهون بيقولوا لك انت بيجيك السلام الداخلي لما تآمن انه في حب. فالشخص هذا نوايا يتواصل معكم، نوايا انه يتواصل معكم ويوضح لكم بالضبط ايش صار معي. الشخص هذا بده يوضح، في شيء بده يوضحه. احتمال هذا الشخص تركه فجأة، على فكرة انتوا تفاجأتوا انه تركه فجأة، يعني انتوا فكرتوا تخلى، هو مش تخلى، هو راح يغير شيء اثناء كان معكم في العلاقة. هذا الشخص لما كان معكم في العلاقة كان مشوش، مخه مخربط، فهو غير القواعد عنده، غير قواعد نفسه، غير تفكيره، نفسيته، عمله، في شيء غير الشخص هذا واتجه لكم ورجع لكم، في شيء من الماضي. الشخص هذا بده يطلع من الصمت، بده يطلع من الصمت. طيب خلينا نشوف بعده، برج الميزان وبرج الثور كمان مرة طلع معنا.
الشخص هذا بيطلع من الصمت وكأنه بده يعطيكوا حقكم، هو حس انه غدركوا في الماضي. طب خليني اشوف شو خطوته. دبت العذراء، ايه عفوا الهارمنت، هو برج العذراء طبعا الدبل. برضه مش فاهم خطوطه يعني عكس بعض. هو بده يحكي لك كلام قعد فترة طويلة وهو يفكر فيه، وكان يفكر فيه بشراسة. يعني كان هذا التفكير ما يفارق مخه نهائيا. الشخص هذا زي بده يرجع وهو جايب لك أخبار أو مبررات أو الأشياء اللي عملها فيك بده يبررها، الموقف اللي حطك فيه بده يبرره. بده يطلع من الصمت ويطلع يجيك على هيئة شخص فهمان زي انت بالضبط، بده يقلدك، بده يعمل زيك، يحكي بالعقل، بالعقل ويحكي بطريقة العدل، طريقة العدل. الشخص اللي بيبعت لك رسائل، جرب يبعت لك رسائل ويحكي معك في العقل ويحكي لك شو الفترة الطويلة هاي اللي تركها فيك، ايش عمل وشو الانجازات اللي عملها، وكيف كان يغور عليك او كيف كان يفكر فيك بدرجة كبيرة انه انت ما كنت تفارق مثلا عقله. طيب خليني اشوف برضه عشان احنا نطمن، مع انه هون مبشرات الكروت، يعني مش عندي نصائح وخطوات ومشاعر وروايات. بس خليني اشوف عشان طلع الدبل والهارمن بسبب، خلينا نشوف الشخص هذا شو بده منك يا برج الاسد. خلينا نشوف على فكرة هذا الكبت اللي قلت لكم انه غدركوا هذا الشخص او عملكم عامل فيكم قلب، انسحب زي خدعكم وانسحب. الشخص هذا بيحاول يطلعك من حالة الفقدان اللي حسسك فيه او الغدر اللي طلعك فيه في العلاقة، يعني طلعك من العلاقة بغدر، مش مثلا انفصلتوا بدون اي مشاكل، لا شكلكم انتوا مشكلتوا كتير وهو كان القاسي اكتر. فالشخص هذا زي بده يرجع يوازنك من اول وجديد، يرجع يعطيك حب من اول جديد، يطلعك من حالة الزعل. طيب نشوف برج السرطان كمان طلع معنا، خلينا نشوف لكم كمان كارت. طب هل هذا الشخص ناوي يرجع؟ هي راجع، بس الشخص هذا هو مخربط، مش مخربط، هو حاسس انه هو قسى عليكم. فالشخص هذا بده يرجع يبرر لكم، ايوه يحط لكم مبررات للمواقف اللي حطكم فيها. يعني مثلا غدرك بشيء ما، الشخص هذا بده يرجع يبرر، بده يجي يظهر براءته، بده يظهر براءته، انا عملت كذا وكذا عشان انا مثلا كنت في حاله ادمان بدي اطلع منها وما كنتش راح اقدر اتزوجك وانا في حاله ادمان مثلا. انا كنت في زواج وانفصلت في هذا الزواج وبقدرش اخليك طرف في حياتي وانا مش مستقر مثلا ماديا اسريا. الشخص ده يجي في مبررات، وزي ما حكيت لكم بده يطلعكم من الاحساس اللي حطكم فيه. هذا الشخص بده يرفعكم لمستوى احسن وينسيكم الغدر اللي هو عمله فيكم. طب خليني اخذ لكم نصيحه قبل ما اختم الحلقه. نصيحه لبرج الاسد، عفوا، ايش تبع من هذا الشخص؟ انت زعلان يا برج الاسد، انت في الماضي لساتك، انت في الذكريات. هون بقولوا لك السلام الداخلي ما بيجي لما نعرف ان الحب حقيقي. فاطلع من الماضي وذكريات الماضي وحاول اسمع من الشخص هذا،
انا الشخص ده فعلا بحبكم، هو ندمان جدا اكتر منكم، ندمان على اللي عمله فيكم. الشخص ده احتمال ترككم فجأة بدون سابق انذار، وممكن تدخل في علاقة اخرى، لكن هذا الشخص هو راح يغير حياته، في شيء هو راح يغيره. فهون بقول لك النصيحة انك تطلع من الزعل والكاسات المسكوبة. لو انت في الذكريات، فعلا انت في الذكريات، انت في الذكريات، انت بين الذكريات المؤلمة والحلوة، بين الحنين الايام الحلوة، بين المأساة اللي انت مرقت فيها في العلاقة هاي. فهو بقول لك نصيحتك اطلع، لان هون حكوا لك السلام الداخلي بيجيش الا لما تطلع من الزعل. وحكيت لكم انا كل الابراج، ان شاء الله بتمنى تكون القراءه عجبتكم. كل شيء قصتكم يا جماعه في التعليقات. هل هذا الشخص فجاه تركه وحسيته بغدر وحاسين انه كان عنده شويه حزن ناحيته؟ فحكوا لي هل هذا صحيح. وشكرا لكم يا برج الاسد. إيه لو سمحت، اذا كنت جديد معنا في القناه اشترك وفعل الجرس ليصلكم.